قمنا بعدا مجموعة ديال الزيارات اللي كانت مكثفة مع لجان مختلطة وكانت بصفة دورية وكانت وفيها فيها التكرار. المؤسسة نقدروا نمشيو عندها ثلاثة المرات أربعة المرات حتى الخمسة المرات. بداية الأمر ملي كندخلوا لقلب المؤسسة كنخدموا على هذاك البرنامج كنشوف المؤسسة اللي غنمشي لها. كندخل أول ما كندير كنشوف واش كاين مقياس درجة الحرارة يعني الترمومتر، واش كاين ريجيستر كيسجلوا فيه الأسماء ديال الأجراء، التاريخ ديال هذاك ديال داك النهار، نقدروا نطلبوا منهم حتى الساعة على حسب النشاط ديال المؤسسة. بيان سيغ حتى الزبناء خصو يتسجلوا حتى هما في الريجيستر الاسم الكامل ديالهم ودرجة الحرارة ديالهم في حالة الله يحفظ لا كان شي عدوى ولا هذا، باش يعرفوا الناس المختلطين شكون اللي داخل شكون اللي خارج لديك قلب المؤسسة. هذه من جهة. من جهة أخرى كنركزوا ملي كندخلوا حنا مع الباب وحنا كنديروا رقابة، كنشوفوا لي زافيشاج لأن هي كتلعب واحد الدور كبير في التحسيس في التوعية الأجراء، وكنركزوا على الأماكن المشتركة في قلب المؤسسة. هادو النقط الرئيسية اللي بعدا عندي أنا كمفتشة ديال الشغل بيان سيغ وأنا خدامة كنشوف بالنسبة لي ديستريبيتور هذوك الموزعين المطهرين الكحولين واش موزعين بشكل يعني كبير في قلب المؤسسة اللي يكون في متناول ديال الأجير لا ديستانسياسيون يعني المسافة الأمان ما بين أجير وأجير، خصنا نشوفوا واش كيحترم المشغل مسافة ما بين الأجراء مسافة ديال الأمان. هذه النقطة الثانية الصابون مثلا غسل اليدين لي ماسك بيان سيغ بطبيعة الحال هاد لي ماسك خصها تبدل كل على رأس كل 4 ساعات، والطريقة والكيفية ديال استعمال هاد لي ماسك. خصو يوقف المشغل على النقطة الأخرى النقطة الثالثة وهي التحسيس والإخبار والتكوين وعاد تكفل بالشخص المصاب. هذه من جهة. من جهة أخرى لاسال ديزولمون حتى هي كنوقفوا عليها كيف ما قلت لكم قبيلة الأماكن المشتركة، واش هي مغلقة؟ وإلا ما كانتش مغلقة أشنو التدابير الاحترازية اللي كدير فيها كيدير فيها المشغل؟ مثلا البيفات، مثلا فيسياغ، المساجد أو غير ذلك. بالنسبة للممارسة المهنية ديالي أنا هنا في المنطقة ديال بوزنيقة، تقريبا معظم الحالات اللي شفنا في المؤسسات ما وصلتش الحالة ديال أنها ديال الإغلاق، كنديروا معها لاكومبانيومون وكنتبعوا وكنشوفوها فين وصلت. الإشكال اللي عندنا هو الحفاظ والاستمرارية على هاد التدابير الاحترازية، هذا هو الإشكال اللي عندنا. بالنسبة لي رابور تقارير زيارة التفتيش اللي كنوضعوا فيها هي مجموعة من الملاحظات اللي خص ياخذ المشغل ياخذها بعين الاعتبار، وكتكون عنده كمرجعية كيشتغل عليها. إلا لقيت المؤسسة بأنها ملتزمة ومحترمة التدابير الاحترازية وهذا كنطلب منها الحفاظ والاستمرارية على التدابير الإجراءات والتدابير الاحترازية، وكنقول لها جميع النقاط اللي متعلقة بالتدابير الاحترازية باش ما تنساهاش، وكنوضع عليها في قلب تقرير. بالنسبة للمؤسسات اللي ما ملتزماش كنجي كندير له يتعين عليكم اتخاذ تدابير أو يتعين عليكم الالتزام واتخاذ تدابير والإجراءات التالية، كنجي وكنزل عليه على المجموعة ديال الملاحظات كلها اللي شفت. في حالة إلا ما استعجبش هذاك السيد وشفتوا بأنه ما ملتزمش بالتدابير الاحترازية ولا هذا، كنقدر نتصل بالسلطات المحلية بحكم عندها واحد السلطات واسعة واستثنائية بمقتضى قانون حالة الطوارئ، اللي غنقدر ننسق مع واحد اللجنه مختلطه اللي غنمشيو في يعني في بواحد السرعه قصوى غنمشيو لمقر مكان لهذيك المؤسسه. انا غنديروا زياره ميدانيه اللي تقدر تخرج هذيك اللجنه بواحد التوصيات واحد الملاحظات اللي تقدر توصل بها الاغلاق مؤقت. عندنا واحد البروتوكول اللي كيجي كيبدا مع لوبيراتور من الدار ديالو حتى كيدوز معاه توت لا جورني حتى الخروج ديالو في العشيه في انتهاء فتره العمل. دونك الناس اللي خدامين في لا سوسيتي درنا لو ترونسبور كومون كنجيو مع بعضياتنا، والناس اللي ما لقيناش ليهم حل خداو دي كونجي بي حتى تحيد الجائحه. اون فوا كيوصل لوبيراتور لا سوسيتي عندنا واحد البروتوكول لونتري لا سوسيتي اللي كينص على اننا نديزانفيكتي واننا نعقموا الحذاء ديالنا، نعقموا اليدين ديالنا، كنديروا لو كونترول ديال لا تمبيراتور، عاد لوبيراتور يقدر يدخل. اون فوا كيدخل كيمشي لوفيسيير، عاود عندنا واحد البروتوكول دو جيستيون ديال لوفيسيير اللي ما خصناش نديباسيو فيه 6 الناس، اللي خاص الناس اللي يكونوا تما يكونوا لابسين لي ماسك ديالهم اللي كيجيو بهم من الدار. في لا سورتي من لوفيسيير كاين واحد السيد اللي كيعطي لو جيل ديزانفيكتون بور ديزانفيكتي لي مان، وتيعطي لي ماسك جداد اللي غادي ياخذ السيد بوندون هذوك 4 سوايع الاولى ديال الخدمه، وعنده اون بوبيل سبيسيفيك اللي تيحط فيها لو ماسك اللي استعمل. من بعد عندنا لو ترافاي توت لا جورني، دونك كاينين عندنا جوج د الناس اللي مكلفين بالتعقيم والنظافه ديال لا سوسيتي النهار كامل، السيد اللي كينظف لاتوليي ولي ماشين، وكينظف لي مويان دو ترونسبور، وكاينه السيده اللي كتكلف بالمكاتب وبغرف تبديل الملابس والمراحيض، وكدوز كل ساعه باش كتعقم المقابيض ديال الابواب والمرافق الصحيه الثانيه.